إله إلا الله. شكر وتقدير لكم للحضور النهاردة عشان أولاً نحتفي بعلامة من أعلام النوبة في السودان، البروف آدم علم في جامعة أفريقيا وفي نوبة السودان، وبرفقته الدكتور صابر شعلة النشاط والدينامو. تخيلوا معايا كده، يعني مش عايز اقول لكم الكرم لما بنروح هناك، كرم الضيافة والحفاوة، عشان بس عارفين ان في نوبيين جايين عشان يسيبوا كل حاجة هناك ويجوا لينا هنا يمدوا لنا العون للحفاظ على اللغة. ده لها دلالات كثيرة. على فكرة عشان يجي من السودان كان لازم تعرف الدولة ان احنا بنهتم باللغة بتاعتنا، وكان لازم تعرف الدولة عمرنا ما هننسى اللغة. ممكن انا ما اعرفش اللغة، وده مش عيب فيا، لا عيب لان والدي الله يرحمه اخده ونزلني القاهرة، لكن ده لا يمنع ان انا اصلي هنا وجذوري هنا والحفاظ على لغتي وعاداتي وتقاليدي من هنا. عشان كده بروف آدم ويوسف الخليفة، جلالة الأستاذ المحترم يوسف الخليفة، مركز يوسف الخليفة لصاحبه يوسف الخليفة، لما عمل منحة لشاب نوبي عشان ياخد أول رسالة ماجستير في اللغة النوبية، وإحنا تم اختياره بعناية عشان يكون شاب من مصر النوبة، واسمه الشاب محمد عمر من قرية إبريم، ودي كانت أول منحة من مركز يوسف الخليفة تحت رعاية بروف آدم وأستاذنا الفاضل الأستاذ صابر. العمل اللي احنا بنشتغله ده عمل جماعي وليس لفرد، كلنا بنكمل بعض. يمكن النهاردة كان يوم، انا شايف عمي وشايف مجموعة كانت، والعمدة جوستل وأدندان، والمجموعة دي كانت كلها موجودة الصبح في المحافظة ومع المحافظ بتتكلم في مواضيع كتيرة قوي، ورغم كده جينا من هناك علينا. هي دي النوبة اللي احنا مش بنقولها كلام، احنا بنقولها عمل على ارض الواقع. عشان كده انا مش عايز اطيل الحديث، لكن ايه هي اللغة؟ ازاي هيتعلم اللغة قراءة وكتابة؟ ازاي نحافظ عليها؟ ازاي الاساتذة الافاضل جايين هنا عشان يشوفوا الدنيا شكلها ايه ويدرسوا الوضع شكله ايه، عشان يجوا يقعدوا هنا اهوت بعد كده شهرين ويكثفوا دورات في اللغة النوبية ويعلموا المعلم ويعلم المعلم لكي يعلم، يعلم المعلم لكي يعلم. الدورة اللي جاية دي فيها شهادات معتمدة من جامعة أفريقيا العالمية، وأنا مش عايز أخش في تفاصيل كتير، لكن النهاردة نسيب الفرصة للدكتور آدم والدكتور صابر، وعلى فكرة أخويا محمد عوض اللي احنا عشرة من 10 سنين وبروتوكول تعاون رئيس جمعية دنقلة، يمكن يكون في الطريق جاي إلينا حاليا. شفتوا بقى التبادل من 10 سنين الثقافات، حتى دلوقتي في الأفراح الأولاد الشباب بتوعنا بقى دلوقتي تشوفهم كده بيعملوا نفس اللي كان بيتعمل مع جمعية دنقلة. اللغة بنحافظ عليها، بنروح هناك ويجوا هنا. قريب كان هناك فكرة كشف معاه مجموعة راحوا هناك، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا بنتمسك بيكم عشان نقدر نحافظ على تراثنا ولغتنا. أنا آسف للإطالة، وخالص شكر تقديري، والسلام عليكم ورحمة الله.